طبعا هنتكلم كل ما يتعلق في البيكتون هاي برفورمانس بوليمر فور اديتيفيتي استيتكس ريستوريشنز اون امبلانت. هبدأ بفيديو بس تعريفي عن مجموعة ال SDL اللي بعض الأنشطة والفعاليات وبعض الكيس اللي انشغلناها على البيكتون وبعضها في حالات السيراميك. بتمنى إن شاء الله تكون يعني مقدمة جيدة للتعريف بنشاطاتنا بشكل عام. طبعا هاي حالة بيكتون من الـ Exocad Design Change Angle Access Angle up to 30 degree، هنتطرق لها بمحاضرات إن الله راد تانية متعلق في الديزاين بحد ذاته، بس هاي يعني بعض الأنشطة هتكون بس بالصورة ومدخل أساسي للـ Hybrid Technique للـ Scrutin Technique Over Implant. طبعا هاي جلاس سيراميك اون ذا توب فوق البيكتون، زي ما انتو شايفين الاكسس هول كلها في الاوكلوجن البنك كومبوزيت. حنتكلم بكل هاي التوبكس خلال محاضرة اليوم، طبعا التعريف في المادة بشكل اساسي. هاي كيس بيكتون لا طبعا هاي البنت عمرها بجوز 20 سنة، كان عندها لوز للأسنان وللبون وبرضه باستخدام البيكتون كفريم ورك قدرنا نعيد لها الأنسجة المفقودة من العظم وتشيو وحتى الابتسامة في الأخير. هلا كيس تانية ها جلاس سيراميك ماتشينج كلر سنترال، زي انتو شايفين ال ND ال Thumb Shade is dark. حاولنا باختيار اللون بدقة واستخدام الانجوت اللازمة المناسبة انك تعمل ماسك للدنتين للكراون. اخر كيس هنتكلم عليها تشوفوها الزيركونيا بينت اون بيفور سنترينج، يعني تلوين الزيركون في الجرين ستيت. طب تبدا من الديزاين طبعا از ا فول كونتور، بدينا بوضع الملونات الداخليه اللي هي بالمارجنز والدنتين والإفكت بأماكن محددة آلية ودراسة للنظام اللوني أو المفهوم اللوني بشكل دقيق. وطبعا هون استخدم جهاز الدراير للدراير حتى نشف الكرنت ليكويد. هاي الصورة هيك بعد السنترة، هاي الكيس بفور الصورة طبعا أخذنا الإمبريشن، وهاي الفاينل ريزلت بعد ما عملنا بس كات باك للفور إنسايدر، otherwise كانوا full contour. هنتكلم هلا على ال على over implant solutions evaluation. هنتكلم الاستخدام بالماضي، يعني كيف بدأ استخدام ال screw retain technique الماتيريال الكونسبت تاعه، وفي عنا 4 أو 5 نقاط هنتكلم فيهم بتفصيل خلال المحاضرة اللي هي Fixed Complete Acrylic Denture Metal Framework with Individual Porcelain Crowns Full Contour Zirconia Framework Design Tips and Tissues Picton Framework. طبعا هنتكلم بأول نقطة اللي هي Fixed Complete Denture. احنا كمان بنعلم انه كيف بيتم تصنيع السكروتين، كان بجزء من أوائل الحلول كانت موجودة ان نستعمل الاكريليك تيث مع الاكريليك حتى الجم البينك شيد تاع الاكريليك ريزن،
وبنطبقه فوق الميتال فريم ورك، وواضح عندنا هون بالصور تحديدا كيف شكل الاكسس هول وكيف علاقة المعدن مع الاكريليك. وهاي بتم المريض، وهون عندنا على الموديلز. طبعا في لها هاي مشاكل، حنتكلم مع كل حل او كل طريقة شغل للهايبريد شو المشاكل او الاستطبابات تاعته. طبعا على البروبلمز بتكلم هون بلزمنا 12 ل 15 ملي سبيس من البون الاوكلوجن بلان، وهذا حتى يعطينا قوة ارتباط بين الاكريليك والميتال. فاذا كان عندنا سماكة الاكريليك ضعيفة ممكن تعمل لنا مشاكل في انه يصير عنده فراكتشر. طبعا الاكريليك كثير احنا بنعرف انها بتنسحل بشكل او بتدوب بشكل اسرع بكثير من البورسلان وحتى من الاسنان الطبيعية. الاكريليك نون هايجينيك، بيمتص السوائل بالوسط الفمي وبيعمل ديسكولوريشن، وهذا بيؤدي الى باد سلين، بيطلع رائحة كريهة، وهذا بتعمل مشاكل في اللثة ومشاكل على الزرعات ليتر اون. الاكريليك تشيبينج يعني بصير البوند بين الاكريليك والميتال فريم ورك، هي الاكريليك مش مادة قوية كتير، فممكن تكون فيها تشيبينج بينها الكسر او انفصال عن ارتباطها في الهيكل المعدني. حنتكلم عن النوع الثاني اللي هو ميتال فريم ورك وذ انديفيدجوال بورسلاني كراون. هاي الطريقة زي ما انتم لاحظين بالصورة هون، المعدن بكون عندنا فريم ورك كامل ميتال، بنركب بالاسنان الكراون سواء زيركون سواء سيراميك جلاس سيراميك اون ذا توب الفريم ورك، وبتسلم لتم المريض كقطعة واحدة. واضح عن هون كيف النتائج، برضو بتم البيشنت، هاي على الموديل هون بتم المريض. حنتكلم هلا برضو هاي شو مشاكلها كسوليوشن. في عندنا هيوج ريسك في انك تتعامل مع كمية سيراميك فريم ورك ميتال كبير، بده بروجرامز خاص في الكولينج، بده عناية قوية من قبل التقني او التكنيشن بالتعامل مع السيراميك بحجم كبير. الوزن تاعه طبعا بيكون كتير عالي، اراوند 100 جرام. في عندك بالبروسيس تاعته بين الواكس اب والانفستنج والبيرن اوت والكاستنج ومس كاستنج، في بروسيس طويلة هاي. ومع هيك ممكن في بعض الحالات يطلع لنا روكينج او ووربج في الفريم ورك، نضطر نعمل له وسولدرينج، فالموضوع شوية فيه هدك وبكون التكنيشن اندر ستريس. طبعا في عندك مشكلة كبيرة برضه هارد تو ريبيرد، يعني اصلاح هاي النوعيات من الجسور خاصة بعد التسليم، بتم المريض يحتاج اي تعديل بعد الدليفري، من الصعوبة بمكان انك تتعامل معها بانك كيف تقدر تصلحها، خاصة انك تدخل الجسر مرة تانية على البورسلان، بتمر بظروف معقدة في انك تقدر تسيطر على البورسلان انه ما يتكسر، بالاضافة انه خبز السيراميك او حرقه لمرات عديدة بفقده كتير من خواصه وبصير عندك ويك، وبالتالي انت هون بتدخل في ريسك كبير باعادة السيراميك كامل على الميتال فريم ورك. بالإضافة إلى إلصاق الكراون إذا كانت كلاس سيراميك مثل فري، بحتاج إلى تكنيك إنها تختار إنجوتس تكون هاي أوبسيتي، إنها تعمل تحييد كامل للون المعدن اللي هو الجري، بلس إنه لازم يكون عندنا السمنت نستخدمه وايت أوبيك حتى برضو يساعد في تحييد أو إغطاء لون المعدن بشكل كامل. النوع هو الفول كونتور زيركونيا. الفول كونتور بعتبرها انا ايزي واي انك تقدر تعمل تصميم كامل على الديجيتال لاين، تصميم كامل للفريم ورك، الاسنان كامله التشاريح فول اناتومي فول كونتور مع الجم از ويل، بتصممها كقطعه واحده وبنعملها بعد هيك ميلينج من بلوك واحده، وبتعتمد على التلوين في الجرين ستيت في المرحلة ما بعد الميلينج، تلوين البينك للجم وتلوين الأسنان والإفكت. وبعد السنترة بتدعمها بالإكسترنال ستينز اللي هي ملونات الجليز الخاصة بالزركونيا. هنتكلم على هاي النقطة في مشاكلها. مشاكلها إنها باللاب ورك بحتاج إلى تكون دقة متناهية خاصة في عملية التعامل مع الزيركون، في فينيشنج للزيركون، بالإضافة إنه البروجرامز بالفايرنج تاعته بحتاج وقت طويل، بكون عندك الهيت ريت سلو هيت ريت وسلو كول داون، فبالتالي بحاجة إنه تكون عارف بهاي الأمور كبير، بلس إنه عندك ال very high weight plus وزنها يعني عالي كتير، بلس انه الدنتست الطبيب
ممكن يكون عندك مشاكل في الفراكشر بتصير خلال إذا كان ركبها على الزراعات بتمنى المريض بطريقة خاطئة اللي كان الانسيرشن وضغط، ممكن يصير عندك فراكشر طولي ويصير عندك الكسر على شكل أفقي ويقسم لك الجسر كامل إلى قطعتين زي ما أنتم ملاحظين هون، ونفس الشيء بهالمنطقة. أو إنه عمل تايتنس شد سكرو أوفر وكان البوزيشن غلط، وبالتالي بتدخل بنفس الريسك إنك ينكسر معك وتدخل على ريميك فروم إيه، وهذا موضوع أكيد مقلق للفني الأسنان ومقلق للشغل للطبيب وللمريض بالإضافة. طبعا هارد تو مينتين زي ما حكينا إنه مش سهل بعد ما تركبه بتم مريض إنك تقدر تفكه، وإذا تعرض لبريشر أو قوة باتجاه معين ممكن برضه ينكسر معك. نقطة مهمة جدا نو تشوك ابزوربشن، ما بيمتص القوة الإطباقية الناتجة عن عملية المضغ ووزعها على الفريم، لأنه صلب ورجد صلب جدا ما في مرونة، بيكون كل القوة مواقعة على الزرعات بشكل مباشر. طبعا في نقطة كتير مهمة بنحب نشير لها، النقطة الرابعة على الديزاين. الديزاين هذا حالة سكرو ريتين زي ما انتم ملاحظين، اذا الفيتنج سيرفيس كله في فود امباكشن في بقايا طعام، وهاي كلياتها بتسبب اذا كنا نحكي على الهايجينيك بتسبب فيلير للابتمنتس، وبالعكس بتحول من موضوع هذا انه اشي منيح بتحول لاشي كثير سيء. فالتصميم الديزاين للفريم ورك من الاهميه بمكان انه يصمم بطريقه سليمه جدا تكون هايجينيك، ما يكون فيها اوفرلاب. الاوفرلاب المقصود فيه ما تكون الحواف كلها مغطيه لثه، ولكن تنتهي على الزرعات كانها معامله السن المحضر، بتمشي مع المارجن وبتخلي ما في اشياء مقعره. احنا بنعتمد حتى نقدم التنظيف الذاتي انه تكون الاسطح كلها محدبه بحيث انها ما تسمح للطعام بالتراكم والتجمع، بالعكس تسمح سطح محدب بالتنظيف الذاتي السهل السلس السريع. حنتكلم على حالة هون احنا اشتغلناها، هاي حالة فور انسايدر، كان عندنا ميسنج في الاربع اسنان، استعملناها فول زيركونيا كيس بالديزاين كامل، الكراونز الامامية مع الجم بانديس، وكانت سكروتين، واستخدمنا فيها شيء اسمه دايمك ابتمان سوليوشن حتى نغير الاكسس هول، لانه العلاقة كانت صعبة مع اللور جو، واضطرينا نغير الاكسس هول حتى تكون سكروتين باستخدام الدايمك ابتمان سوليوشن. ان شاء الله تكون نتائج هاي السلايد الثاني، هذا كان احنا عملنا هون بي ام اي مؤقت مع جم، وحبيت افرجيكم لما عملنا المؤقت هذا على الستريت ابتمنت او الانجل ابتمنت، كانت عندنا الاكسس هول كلها جايه ليبيلي، وهذا اكيد بيعيق الوضع بالصوره جنبها. احنا بعد ما عملنا الكومبوزيت وسكرنا كل شيء على كمؤقت كحل مؤقت. طبعا الدايناميك ابتمنت سوليوشن فكرتها تكمن في هي العلاقه ما بين السكرو، انه تقدر تعمل كاتش، تعمل كونكت معها بالزاويه تقريبا اب تو 30 ديجري، يعني معك 30 درجه، فبالتالي بدل ما تدخل بشكل مستقيم فيك انك تسيطر على السكرو بشكل مائل، وبالتالي في هاي الحاله تساعدك انك تغير الاكسس هول من البكل لللينجوال. هاي علاقه ستريت، هاي علاقه دايناميك ابتمنت هون، اذا بتلاحظوا انه بهاي المنطقه عفوا نرجع بقى هيك اوضح، هاي مع الدايناميك ابتمنت قدرنا نغير الاكسس هول تقريبا 30 درجه، بحيث اصبحت عندنا فتحه السكرو بسطح البلفه للاسنان الاماميه. وهاي الصوره عندنا واضحه هون في الفاينل ريزلت، اذا بتلاحظوا الاكسس هول كانت عندنا على المؤقت موجوده على البكل، ولكن هون حولناها الاكسس هول اللي هي على سطح اللينجوال او البلفه، نفس الشيء هاي صوره ثانيه. طبعا هاي الفاينل ريزلت بالبيشنت ماوث، وكانت رائعة، وكان حتى عملناها فولو اب بعد شيء 4 5 اشهر، وكانت النتائج انه فيش اي فول امباكت، فيش اي ديسكلوريشن، الجم هيلثي. وان شاء الله بنزودكم في هذا الفيديو، حنتكلم عليه حيتكلم على الحالة هاي ستيب باي ستيب فروم اي تو زد، ان شاء الله بكون استخدمت فيها تشخيص الحالة، عمر المريض ك دوكيومنت للكيس هاي يعني. طبعا احنا نعتذر انه هو الفيديو كله فيه صوت، بس الصوت مش شغال معنا بالطريقه المنيحه على النت. نامل انه بعد طبعا هاي المحاضره مسجله، وزملائنا في المجموعه ان شاء الله بنزلوها على كل المجموعات العلميه اللي عندكم، وبتكون بتوقع بشكل اوضح بالنسبه للفيديو كصوت يعني. هاي الحالة مريض،
الامبريشن طبعا كيف بتاخد اوبن تري، لازم بالحالات بحالات السكروتين لازم، حنتكلم عليها برضو بالسلايدز لاحقا كيف الامبريشن بتاخد ستيب باي ستيب. هاي على المؤقت هون نفس الحالة اللي شرحناها بس بشكل فيديو ومشروح اكثر في الاكستري والتشخيص الدياجنوز الكيس، وكل ستيبس بتكون بشكل كامل. هاي صور الاكس راي انه كيف الباتمنت قاعدة، وهون غيرنا الاكسس هول للسكرو باستخدام الداينو كوتمنت زي ما حكينا. لاحظوا صارت الانجل عند 30 درجة اقل، وهي الاكسس هول واضحة عنه بهاي الصورة اكتر. وتقريبا هاي الفاينل ريزلت للحالة هيك. بتمنى تكون الفيديو كان يعني من غير صوت، يكون فاعل يعني. بطاقة الصور هي واضحة بس بجوز مع الميوزك بجوز تكون أوضح، أو الصورة أو صوت أفضل يعني، ولكن بتوقع الداتا واضحة بقول يعني. اوكي هلا هنتكلم على البيكتون. هلا بدا بناء على ما تقدم كله الاول سوليوشن اللي تكلمنا عليهم بانواعهم الاربعه، اتطلب انه يوجد ماده اخرى تكون بمواصفات افضل، ما يكون التكنيشن ولا الطبيب ولا البيشنت اندر ستريس، تكون سهله بكل شيء، فلكسبل، تكون سهله المنتين، سهل السيرفيس، التعامل معها باريحيه، ما في مشاكل انها تؤدي الى اعاده العمل بطريقه او باخرى. طبعا هنتكلم على البيكتون. البيكتون هاي برفورمانس بوليمر فور دنتال ابليكيشنز. هنتكلم على وات از بيكتون، على الساينتفك ايفيدنس، على البروسيسنج انديكيشنز، كلينيكال كيس. هنتكلم كل نقطة هنتكلم عنها بتفصيل كامل. خلينا نتكلم على البيكتون. وات از بيكتون كيميكال باك جراوند. البيكتون هو عبارة عن بوليمرز. البوليمرز بتتواجد على عدة أشكال، منها الإلاستومرز، الثيرموسيت، الثيرموبلاستيك. الإلاستومرز يعني خلينا نقربها أكثر، مثال عليها عبارة عن الربر، إذا كان الربر الطبيعي اللي هو من الشجر أو الربر المستخدم في الدنتال، كذلك السيليكون. الثيرموستاتس هي عبارة عن المواد الريزن المستعملة للبرنتر ماشين والسيرجيكال جايد. الثيرموبلاستيك هي عبارة عن البيكتون، النايلون، اللانسز، البوليكربونات اللي هي مستخدمات العين. هاي الفرق بين الثيرموسيس والثيرموبلاستيك عندنا هون، ان الثيرموسيس لا يمكن اعاده تشكيله مره اخرى بتعرضه للحراره، بينما الثيرموبلاستيكس ممكن خلال تعرضه للحراره نعمله ريمولدد عده مرات باشكال مختلفه. طبعا كيميكال باك جراوند، نتكلم على البوليمر. اذا البوليمرز هو البيكتون مجموعه الثيرموبلاستيكس اللي هي زي ما انتم شايفين هون، عبارة عن حبيبات تتعرض لحرارة، بنعملها ملت بالحرارة، نستخدم تولز، بعدين بيطلع عنا البرودكت. طبعا flow with temperatures، no applied pressure ما بحاجة لضغط، no and applied بحاجة لضغط طبعا، no chemical reaction during the process، ما فيش أي تفاعلات كيميائية. طبعا نون معروف من عقود، تقريبا 1980 البيكتون كالبيك كمادة بوليمرز موجودة في الميديكال فيلد، وفي أمثلة عليها النايلون والبوليكربونات. طبعا هاي نقطة هون المدخل الأساسي للبيكتون، الإشي اسمه أكسوبيك اللي هي أكسفورد بيرفورمانس بوليمر. هي هاي الشركة الأكسفورد بيرفورمانس ماتيريال، هي الشركة المصنعة لمادة الأكسوبيك وهي مقرها أمريكا، وهي الشركة الوحيدة اللي منتج لهذا الأكسوبيك. هنتكلم عليها. طبعا كان يستخدم من 1980 كتعويض على أجزاء من الجمجمة، من العمود الفقري، من الهب، من الجوين، وهي مادة حيوية وقابلة للنمو الأنسجة عليها. طبعا هي هون زي ما حكينا إن هي من 1980 موجودة في الميديكال ديفايسز، في أجهزة التطبيقات الطبية، في كتير شغلات، حتى في الزراعات كانت موجودة في أجزاء من الجمجمة. فهاي المادة بالأساس هي كأكسوبيك موجودة من عقود في الميديكال فيلد.
نتكلم هلا على الهاي بيرفورمانس بوليمر، انه الاداء انكريزنج في جوده الاداء. هذا الهرم اللي موجود عندنا هون في عده مواد من الثيروبلاستيك، واذا بتلاحظوا انتم على التوب، اذا بتلاحظوا هون عندنا البيك اللي هي الفاميلي للشيء اسمه البيك والبيك، وتوب اند توب اللي هو البيك زي ما انتم ملاحظين، اللي هو اعلى مواصفات في البرفورمانس بتاعته. What is Picton biocompatible material? Biocompatible compound evaluated test according ISO 10993. Biocompatible compound هو عبارة عن مركب حيوي قابل لنمو والأنسجة عليه. يتألف من implant بالجريد أكسوبيك، وتم إضافة للأكسوبيك تم إضافة biocompatible oxide اللي هو أكسيد التيتانيوم حتى يعطينا اللون اللي هو الايفوري. اذا بتلاحظوا بدنا نرجع شويه بالسلايدز حتى افرجيكم اللون. الاكسوبيك اللي هو بتشتري شركه السي ام من الاكسفورد برفورمانس ماتيريال اللي هو لونه براونش، وهذا صعب من التعاطي معاه في الدنتال لانه احنا بدنا لون الايفوري فيري دارك كلر. شركه السي ام تمت اضافه له اكسيد التيتانيوم حتى تفتح اللون تاعه. الاكسيد التيتانيوم طبعا بايوكمبيتبل اوكسايد اللي هو برضه حيوي ما فيش فيه أي إضافات أخرى. طبعا هي شهادة التسجيل وفق معايير الأيزو. طبعا هنتكلم هلا ديب لسه، بدنا نعرف إنه الأكسوبيك كيف تطور لإنه نضاف له أكسيد التيتانيوم. هنكمل على الفاميلي للبيك بوليمر. البيك بوليمر هي عبارة عن بيك وبيك. البيك هي عبارة عن بي إي إي كي 2 إيثر 1 كيتون، البيك عبارة عن بي إي كي كي 1 إيثر تو كيتون. وهذا الحكي شو بفيدنا؟ زيادة الكيتون في البيك أعطانا higher ratio في higher في mechanical strength and chemical resistance، يعني أعطانا جودة أعلى في المواصفات الميكانيكية في القوة ومواصفات مقاومته الكيميائية للأحماض والأوساط الفموية، فهاي حسنت لنا من مواصفات المادة. حنتكلم هذا التست وين صار عندنا. كان في عندنا مجموعة ماتيريال زي ما انتم ملاحظين هون، زيركون، كروم، كوبالت، بون، دنتين، اند بيكتون. وزي ما انتم شايفين انه مستوى البيكتون هون كان عندنا تقريبا مع مستوى البون نفس الليمت، فهو البون مواصفات الصلابة بتاعته حتى قريب جدا من صلابة البون، وهي نقطة مهمة للمقارنة مع المواد اللي هي الزيركونيا والكروم كوبالت والدنتين للأسنان الطبيعية. نتكلم على الكيميكال كومبوزيشن. البيكتون مواصفاته عشان تو كيتون تحسنت عن المواصفات زي ما حكينا الكيميائية والميكانيكية والفيزيائية. طبعا مور ستيبل ريستوريشن سيجنفيكتلي انه بالبيتر فور جراندينج اند بولشنج، خلال عملية التفنيش او الانهاء بالمايكروموتور المادة بتكون عندك زي الرذاذ، سهل انك تفنشها وسهل انك تلمعها، وهذا ادفانتج للماتيريال لانه هي المادة ممكن انت ما تغطيها كامل بالكومبوزيت، ممكن بس تعملها هاي بولش حتى بالفيتنج سيرفيس او في الاماكن اللينجوال او البلاتال بارت. طبعا ماتش هاير بلاك ريزيستنس بتقاوم تجمع الصبغات على الفريم ورك سبيشالي في البارشل والريموفابل دنشر. نو يوز اوف اديشنال اديتيف، فيش اي اضافات اخرى. نو نون بارتيكل انسايد، نو جلاس فايبر. طبعا هاي المواد كلها حكيناها حساسه بتعيق نمو الانسجه على الفريم ورك اذا كان يحتوي على جلاس فايبرز او كان في نانو بارتيكل انسايد او في اي اضافات غير قابلة لأنه بتفقد تقييم المادة من الناحية الطبية وفق المعايير الدولية. طبعا هنتكلم أكثر أوفر فيو هلا على البيك اللي هو البيكتون والبيك اللي هو بايو اتش بي بي تكنوميد اذروايز. وات ار ذا ديفرنس؟ هلا بنقدر نحكي احنا عن تو ديفرنت تايبس اوف ماتيريال ار يوزنج ان ذا دنتستري. طبعا في عندنا مادتين حاليا اصبح بعد الشرح بالسلايدات الماضية، في عندنا مادتين تنتين منفصلات اللي هي شيء اسمه بيك او بيكتون وشيء اسمه بيك. طبعا كيف انه مادتين منفصلات؟ البيك زي ما حكينا بتنتجه شركه او بي ام اللي هي اكسوبيك اللي حكينا عليها، هي فقط الشركه الوحيده في العالم اللي بتنتج الاكسوبيك، واجت شركه ام اضافت له اكسيد التيتانيوم وانتجت منه البيكتون،
وهي علاقة حصرية، ما في شركة ثانية بتقدر تستخدم هذا المنتج أبدا. والبيك في عندنا شركتين في العالم، بي اي اي كي بالعالم بينتجوا البيك اوبتيما اللي هي من شركة وفيستو كي من شركة ايفونيك، هدول الشركتين برضو بينتجوا فقط البيك. البيك زائد بيجمنت، البيك عفوا البيك زائد بيجمنتس اللي هي الاكسيد التيتانيوم تم انتاج منه البيكتون، والبيك بيور هو عباره عن جوفيرا، والبيك بلس اديتيفز اند بيجمنتس بيعطينا بايو اتش بي بي بايو سوليوشن تكنوميد. فيعني نفهم انه في الرو ماتيريال الموجوده باسواق هي شركتين بينتجوا البيك وشركه واحده فقط بتنتج البيكتون. وطبعا وفق المعايير الدوليه، المعايير للايزو والشركات اللي حنتكلم فيها بالسلايد الثاني شو الفروق بينهم من ناحيه الميديكال فيلد. هنتكلم على هاي النقطه. البيكتون كلوز تو ناتشرال، قريب الطبيعه، زي انتم ملاحظين هون تم احضار مجموعه اسنان عددها 7، كان وزنها 8 جرام. حتى نحكي فك كامل ضربناها باثنين فمعناته كان عندنا 19 جرام التوتال، المجموع الوزن للاسنان مع جذورها. عندنا كان جبنا بيكتون مع بون مع فريم ورك مع تايبيز مع اسنان، كان وزنها 19، كثير الوزن قريب من بعض. بينما جبنا الزيركونيا فول زيركونيا كونتور كراونز، زي ما انتم ملاحظين هون فك كامل، ما في بونتك، ما فيش تعويض للأنسجة، ولا البون كان وزنه 31 جرام. فاستلم نحكي احنا فعلا البيكتون كلوز تو ناتشورال. واي بوليمرز ان دنتستري واي بيكتون، حنتكلم على المنتبيليتي، شوك ابزوربشن فانكشن، بايو كومباتيبيليتي، استاتكس. هاي النقاط حنتكلم عليها برضو لقدام شوية، بس هاي نقاط الادفانتج اللي اعطت ادفانتج للبيكتون عن غيره من المواد الاخرى. حنتكلم على الساينتفك ايفيدنس، الدليل العلمي. الدليل العلمي للمادة طبعا واي بيكتون اكسكلوزيفيتي، هو وان اونلي وان مانيفاكتشر اوف بيك اوف بيك يوز بيوريتي اوف امبلانتابل جريد بيك از هاير ذان ميديكال جريد ديفينيتيفلي بيك اوف كمبيوتر از بيست اون ميديكال جريد ويتش از ليميتد تايم بودي كونتاكت تو ماكس 180 دي. هلا النقطه هاي كثير مهمه انه اللي نشرحها الاخيره، انه البيك البيكتون بياخذ مواصفه من الايزو اللي هو امبلانتابل جريد، وهي معناها انها قابله للزرع الدائم في جسم الانسان، بينما الميديكال جريد اللي هي تتمتع فيها كل منتجات البيك هي ميديكال جريد، وهي فقط مسموح لها انها تكون على كونتاكت مباشر مع جسم الانسان مش اكثر من 180 يوم. فبالتالي احنا هون لما نحكي على البيكتون، انت فيك از ات از تتركه من غير ما تعمل له كفر في الكومبوزيت، حتى الفيتنج سيرفس، حتى بعض اجزاء كثيره تخليها كما هي وتركبها تمر، بينما الامور اللي فيها مؤقته ممكن لازم انك تغطيها لانه هي مش امبلانتبل جريد، يعني مش باي كومباتبل ماتيريال انه قابل للنمو الانسجه عليها. طبعا هاي هون بعض الشهادات، هاي ايفونيك هي بتنتج حكينا عليها الفيستو كيب اذا بتلاحظوا هون، طبعا هذا التستنج من الايزو، وهو المكتوب اذا بتلاحظوا هي 180 اب تو 180 دي، انه مسموح انها تبقى بشكل دائم مش اكثر من 180 يوم. نكمل. طبعا في 51 بابليكيشن للبيكتون، المقاومه، القوه، الشوك ابزوربشن، السترينج بتاعتها، هاي كلها موجوده، ممكن نزودكم فيها بعد المحاضره حتى يعني نثري المكتبه العلميه الموجوده في المجموعه. طبعا هون هذا التستنج صار على الفراكتشر سترينج للماده، وكان عندنا العناصر الموجوده هون زي ما انتم لاحظين، الهيومن بون، البيكتون، الكروم كوبالت تايم جريد 4 والزركونيا. وانا بس بديش اركب، بدي امشي بشكل سريع التنسل سترينجز، فلكشر سترينجز، تنسل الاستيك مودولوس وكمبرسيف سترينجز. هاي النقاط كلها اذا بتلاحظوا كان الهيومن بون مع البيكتون كتير قراب مع بعض، حتى هون بتلاحظوا فيها 5.1 هون 14، بينما في الزيركون والقراءات كلها ارقامها عاليه في الكروم كوبالت والتيتانيوم والزركونيا، فهو برضه بنحكي عليه قريب جدا من مواصفات الهيومن بون بشكل جيد لا باس فيه. نكمل.
كانت نتيجة الدراسة هاي، إذا بتلاحظوا المين فورس الواقع على البرج نفس البرج بمواد مختلفة، التيتانيوم كان كله واقع على الكونكتر وعلى البونتك على الماسنج كراون، نفس الشيء كان عندنا في الجولد، بينما في البيكتون إذا بتلاحظوا هون تم توزيعه بشكل كامل على الفريم ورك، ما كان في عندي فورس أو ضغط أو قوة ناتج عن عملية إطباق مركزة على مناطق الكونكتر الوصلات أو حتى على منطقة السنجل بونتك. فالبكتون في مرونة عالية لأنها قريبة جدا من مرونة عظم الأسنان، عظم الفك الطبيعي، تم توزيعها بشكل مناسب، وهذا بيعطيك بحالات الزرعات حتى بحالات الجسور أنه يعطيك وقت وعمر أطول للنجاح وديمومة الزرعات. طبعا هون حنتكلم على تيست تاني، تم اختيار مجموعة مواد زيركون، جلاس سيراميك، جولد الوي، اف ار سي، كومبوزيت ريزن، بيكتون ايفوري، تم استخدامها، تم تصنيع هذا الجهاز او الماشين عبارة عن هامرز، وهون حطينا المادة المختبرة سواء كان زيركون او بيكتون او واتيفر، وكان في عندنا هون مقياس بقيس ناتج القوة المطبقة على هاي المواد بشكل مبسط، نعتبرها انه هاي زرعة وهذا الكراون سواء كان زيركون او كان جلاس سيراميك او كومبوزيت او واتيفر، والقوة عمودية جاية عليه، شو تأثير القوة هاي على الزرعة اللي هي موجودة عندنا بفك المريض. طبعا تم عمل هذا الموضوع 100 مرة، 100 ضربة تعرض السن هذا، واخذت قراءات كمعدل عام لها، وكانت النتائج زي ما انتم بتلاحظوا هون للمواد كلها كان المين فورس اعلى شيء موجود عندنا على الزيركونيا، الزيركون كان 641، وتم قياس كل المواد البقية مقارنة قديش أقل من الزيركونيا different of force مقارنة بالفي سي بالزيركونيا. لاحظنا هون عندنا الجلاس سيراميك أقل ب24، الجولد أقل ب46، اللي بهمنا كان إحنا أكثر شيء اللي هي البيكتون، البيك كومبوزيت مغطى بالريزن، أو البيك اللي هو البيكتون اللي بدون ريزن، كان عندنا بخفف القوة الإطباقية الناتج عن عملية الماض تقريبا 70% عن الزركونيا، وهذا بعد أكثر بكتير في ديمومة الزرعات الموجودة بفك المريض. هذا كان التستينج أونلي، نقطة مهمة، أونلي على الزد أكسس، يعني في عندنا زوايا أخرى ممكن تكون تعطينا أرقام أكثر. فلما تحكي أنا خففت 70% من حجم القوة الإسباقية الناتج عن عملية المضغ على الزرعات، فهذا معناته بالعكس بيعطي لايف وعمر أطول للإمبلانت بيتم المريض. نتكلم مع بروسيسنج، كيف ممكن نصنع الهايبريد دنشر باستخدام البيكتون. في عنا طريقتين، طريقة التراديشنال اللي احنا بنحكي عليها اللي هي البريسنج اللي هي موجودة هذا الجهاز، طبعا بيتم انه نعمل هي الطريقة التقليدية عفوا، انه نعمل فريم ورك واكس وبنصبه وبنعمله انفستمنت وبيرن اوت، ونستخدم الانجوت الموجودة عندنا هون في عملية البرسينج، وهي نتيجتها برأيي بتاخذ بروسس اول، والدقة تاعتها ما بتكون زي الديجيتال لاين اللي هي بنجيب عندنا بلوك بيكتون، وبتكون صممت انت الديزاين اللي بدك اياه سواء كان لكراون سواء كان لفولار سواء كان لبارشل لدنشر حتى كان الفريم ورك بدقة متناهية، وما في عندك وسط ثاني انك تحكي صار في عندك مس كاست او مس برسينج، بتكون انت دائما بالاستفادة والاكيرسي كمان تاعتها اعلى. طبعا هنتكلم عن الانديكيشنز، الاستخدامات، بيستخدم البيكتون في حالات تصنيع الاطقم زي ما انتم شايفين هون، باستخدام الحالات الاستخدام الربرز اللي هي توضع الاتاشمنت فوق الامبلانت، تستخدم في الابطمنت، في الامبرشن بوست، في الامبلانت از ويل. طبعا في معايير معينه للسماكات، وهي اذا كنا نستخدمها از كراون لازم ناخذها بعين الاعتبار على الديزاين وعلى الثيكنس وعلى كل شيء. طبعا الوول ثيكنس بالنسبة للأوكلوجين لازم تكون 0.8، طبعا التوتال تيكنس هيكون عندنا 1.3. طبعا بالنسبة للكونكتر في الجسور، طبعا هذا كان للكراون، في الجسور لازم يكون عندنا في الأنتيرا 12 ملي مربع، وبالنسبة للبوستيريا الأسنان الخلفية هيكون عندنا 14 ملي. هاي نقاط إذا احنا مشينا عليها بشكل سليم بعتقد ما في عندنا
اي مشكله يصير في عنا فراكتشر. اذا احنا نفس الشيء بالزيركونيا في لها مقاييس ومعايير معينه للجون والكونكتر ناخذهم بعين الاعتبار، حتى لو كل منتج من الزيركونيا له قياسات مختلفه من شركه الى اخرى. طبعا ممكن نستعمله فيه كمان هون للسكروتين تكنيك الهايبرد اللي حنتكلم عليها لما طولنا فكره هنا الكيسز، ويستخدم كمان ماكسيمم حيكون عندنا 2 بونتك في الهايبرد للسكروتين تكنيك. اخيرا نستخدمه في البارشل ريموفال بالريستوريشن، نستخدمه في البارشل زي ما انتم شايفين بالصوره هون، لاحظتوا هون موجود عندنا على اساس انه كله من البيكتون. حنتكلم على الكلينيكال كيسز. كلينيكال كيسز هاي الكيس اشتغلناها، كان في عندنا زرعات، عدد زرعات للفك السفلي والفك العلوي. انا حبيت اشير بس بالنسبه للامبريشن انه كيف بناخده. طبعا احنا بناخذ قياس اولي عادي كلوز تري، وبالمختبر بنصنع الريزن فريم ورك دوراليه، بنعمل له كونكتر للامبريشن بوست كلهم مع بعض، وكمان بعملهم سكشن في اللاب زي ما انتم شايفين بالصورة هون، وبركبهم بتم المريض. هاي مع سبيشال تري بتكون اوبن تري مخزقة من الاماكن الزراعات، ونركبهم از اتز بتم البيشنت، وبنعمل هون لحم لهم بالدرالي لكل الجوين المفصولة حتى نتأكد 100% انه الفريج 1 بيس بكون قطعة واحدة. ولازم تكون بهاي الحالات التايبيز وحتى الامبريشن بوست تكون نان هيكس حتى تقدر تركب كلها بسلاسة وسهولة بشكل مناسب. طبعا هذا الامبريشن النهائي بكون عندنا بهاي الطريقة. فهاي المرحلة بعتبرها أهم مرحلة، لأنه كل المراحل تبنى عليها. فإذا كانت هاي المرحلة صح والقياس دقيق وما في عندك أي مشكلة والفريم ورك كان سيتد معاك 100%، أذروايز بتوقع الأمور بتمشي سموثلي بكل سهولة. بنكمل هون، احنا رحنا على الديجيتال لاين، صممنا الديزاين للفريم ورك زي ما انتم ملاحظين، صممناه كامل individual crown. زي ما حكيت ما لازم يكون في عندي اوفرلاب بالتصميم تاعي، قد ما بقدر بحاول اكون قريب على المارجن للزرعات. هون برضو غيرنا الاكسس هول زي ما انتم ملاحظين حتى نقدر يكون عندنا كل وان بيس منتد اون ذا توب اوف بيكتون. طبعا هون عملنا تراي ان، هاي الفريم جاهز ابر ولور بالسلايد هذا بالصورة هاي، واضحة انه هون بهاي المرحلة انا بقدر اعمل دبل تشيك على اللب لاين، على الاستاتيك بارت، على اللينث، انه بدي اخفف من البيكتون بقدر اشتغل بهاي المرحلة كتير، ان اعدل على الفريم ورك حتى لما اعمل الكراونز يكونوا بالشكل من الناحية الجمالية المناسب في بما يتعلق في الليب لاين، الطول، الدايمنشنز تاعهم او الحجم. فهاي نقطة مهمة تراي تتأكد منها، وحتى بتعمل دبل تشيك حتى على البايت والانسيرشن للفريم ورك البيكتون. بعد ما اتأكد من هاي المرحلة برجع بعمل تصميم الكراون. انا هون صممت الكراون كلها هاي فول كونتور بناء على البروف اللي اخذناها والقياسات اللي اخذناها بالسمايل لاين للكيس. نفس الشيء هون عندنا اشكال كاملة، طبعا هذا بعد نتيجة الفول كونتور مباشرة. هون ما عملنا فينيشنج ولا جليز، فقط كانت الزيركونيا كراونز هاي اتش تي سوبر اتش تي. وهون بتلاحظوا انا عملنا مينيمال كت باك فقط على الاربع الاماميات، اتوقع هيك اوضح. وبعد هيك الجليزنج، وبدنا نتكلم هلا على السمنت. هاي نقطة كتير مهمة، نتكلم على السمنت تيث بروسيجرز. حنتكلم اذا كان عندنا اسنان سيراميك او ليثيوم دايسيليكيت او زيركونيا. ريكومندد برودكتس سيراميك اتشنج جيل، كي برايمر اللي هو سيراميك برايمر، ومالتي لينك اوتوميكس. طبعا الساند بلاست الساند بلاست حيكون عندنا للبيكتون، نستعمل 110 مايكرون حجم الالومنيوم اوكسايد على ضغط 2 بار. هاي نقطة كتير مهمة، لأنه إذا كان عند الضغط أعلى بيعطيك طبقة جري أو دارك على البيكتون، بدك تعملها معالجة مرة ثانية حتى تشيلها. ونقطة كتير مهمة، احنا از تكنيشن مش فاميليار مع الكومبوزيت كتير، ما اشتغلنا فيه كتير، الاكسبيرينس تاعتنا بالسيراميك والمعدن والزيركون اعلى بكتير. لازم نو ووتر، يعني ما لازم نستخدم المية، غسله بالكحول كامل
تنظيف الفريم ورك بعد رشه في المرملة. بعد هيك بنحط الجل ايتشنج للجلاس سيراميك للكراونز بالفيتنج سيرفيس، وبعد هيك بنغسله في المية. بعد هيك بندهن كمان الفيزو لينك، هذا من شركة البريدنت، هو أحسن نوع بوند للبيكتون. بندهن فيري ثين لاير لأنه إذا كانت السماكة زيادة بتعمل عمل عكسي، وبنحطه باللايت كيور بوكس لمدة 90 سكند. طبعا بندهن الكراون الجلاس سيراميك بوندينج ايجنت بالسطح الداخلي له، بنتركه 30 سكند حتى يتجفف. وبعدين بنستخدم المالتي لينك اللي هو الريزن سيمنت جوات الاسنان حتى نثبته فوق الفريم ورك زي ما هو وضع عندنا بهاي الصورة، وبنتركه 7 دقائق حتى لانه سولف كيورينج بده حتى يتصلب. بعدين بشيل الاكسس اللازمة. النقطة المهمة اللي هلا لازم انوه لها بهاي الحالات الهايبريد، انه احنا بنعطي اهميه بمكان لموضوع القم، زي ما احنا بنختار الشيد للكراون، بنختار الافكت، بنعمل الخرطه اللونيه تماما تماما نفس الشيء بنعمله هون في القم، خاصه انه في عنا الوان ومواد كثيره ممكن نستخدمها في اختيار اللون. فاحنا بنختار الشيد للقم وبناخذ صوره احترافيه للشيد مع القم، حتى نختار الافكت والكروم الموجوده والستينز والتصبغات الموجوده في اللثه نعملها تيبكال حتى يكون عندنا اقرب ما يمكن الى اللثه الطبيعيه. فهي مرحله بعتبرها مهمه جدا، وبحيث انه تقدر تعطيك شيء يحاكي الشيء الطبيعي الموجود في تم الانسان. خلينا نتكلم هلا على قضية كيف حبدأ أطبق الكومبوزيت، كيف الأساليب والمفاهيم بالتعامل معه. في عنا تو تكنيك إنه ممكن أنا أبدأ زي ما أنتم ملاحظين هون باستخدام الأوبتيك ليز أو الستينز أو واتيفر بالبراندين للشركات. وإذا كان عندي الانترنال ستينز بدي أستخدمه على ريدش، على براون، على يلو، على بلو، بستخدمه في الأماكن الموجودة بالصورة أنا اخترتها. وبحاول دائما مكان الروت ان اتركه، لان الروت هو عبارة عن بون، بدنا نعطيه لون مش لون بينك، بده يكون لون مختلف. وببدأ بعد هيك اطبق الكومبوزيت. طبعا في عندك رينج برضو جيد من الالوان في الكومبوزيت، مش لون واحد، فيك تخلطه مع بعض او فيك تستخدمه لحاله او فيك تستخدمه مع الستين، وهذا حنتكلم فيه بالتكنيك الثاني. انا هون استخدمت اسلوب اخر في التعامل مع الكومبوزيت. اذا انتم بتلاحظوا انا بديت الون مباشره مع الكومبوزيت، يعني بستخدمه بحط الافكت الستينز المطلوبه سواء كانت بلو او وايت او جري او واتيفر بالاماكن اللي انا شايفها بدها بحاجه ان ازيد فيها الافكت بشكل اكثر. فالطريقتين بصيروا في الاخير ان النتيجه هي الاساس انها تكون نتيجه صحيحه. طبعا هلا ريكومندد تول، هذول الفينشنج بيرز بنستخدمهم احنا. الوايت هاي بستخدمها انا للكت الشارب ايدجز، الجري والسوفت والسلايت هذول بستخدمهم فلكسبل للبولشينج وسموثينج للكومبوزيت. طبعا السرعه ما تزيد عن 10000 ار بي ام كحد اقصى. بنستخدم الشامواز هاي البرش مع الدايا شاين بيس حتى اعطي الفاينل البولش، وفيها البيس هاي 3 انواع، دا شاين سوبر فاين، وفي عندك فاين، وفي اكسترا فاين. فبتختار انت درجة حتى الشاينينج والبولشنج اللي انت بتحتاجها. من خلال ستبس بسيطة بجوز انك تعمل فول بولش للقم كاملة. بس برجع بأكد السرعة ما تكون هاي سبيد، لانه الهاي سبيد بيعمل لك شغلتين، اوفر هيتنج للكومبوزيت وبيعمل لك كلينج للتكستشر اللي انت شغلتها، وما بيعطيك بولش. طبعا هاي حالات مختلفة احنا اشتغلناها، حبينا نفرجيكم الريزلت فيها. اذا بتلاحظوا هون كيف الالوان، كيف علاقة الاسنان، نفس الشيء هون. هاي الكيس في البيشنت ماوس، شوفوا كيف علاقة القم مع الكومبوزيت، انها علاقة تكون مش جاية مغطية، بالعكس هي علاقة سطحية بالضبط مع حد الجنجفة الطبيعية. وحاولنا نعمل ماتشنج للكلر بشكل كبير. اذا بتلاحظوا هون حتى الكومبوزيت كيف الفريم ورك معمول كديزاين، انه ما في اوفرلاب، الزرعات حره من جميع الجهات حتى تسمح للتنظيف الذاتي، وبتكون بشكل محدب مش مقعر. هذا الفيديو برضه بيحكي على الحاله هاي، بنعتذر للصوت مره ثانيه تاع الفيديو، ولكن بتوقع الصور واضحه تعطي الفكره كامله.
طبعا هاي الستبس هي كلها موجودة هون عندنا، تشرح الحالة كاملة كيف انشغلت من الامبرشن للديزاين للميلينج لللايرنج كومبوزيت للكراون ستيب باي ستيب. طبعا الفريم بعد الميلينج ممكن يحتاج بعض التفنيش بعض الانهاء باستخدام المايكروموتور، الشيء تعمل معاه بسرعة ما بتزيد عن 10 ل 15 ألف دورة، حتى ما يصير عليه برضو اوفر هيتنج، ويستخدم الكاربايد بيرز طبعا، وفي كاربايد بيرز خاصة فيه بتكون التعاطي معها والتعامل معها بيكون بشكل اسهل. برجع بأكد موضوع الووتر يعني بيعمل مشاكل كتير في قضية اللون، والستيم بأثر حتى في الأخير على الكومبوزيت نفسه، لما نغسل الحرارمية مع برشر بأثر على تركيب الكومبوزيت نفسه، فإحنا دائما بنشتغل إنه التنظيف بالكحول هو الأساس. نفس الشيء هون هاي الحالة، بس الأربع أسنان الأمامية إحنا عملنا لهم مينيمال كات باك، وباقي الأسنان فول كونتور. هذا اللي ورجو إذا بتلاحظوا البنك مكان الروت الامبريجرز، بنحاول نكون بهاي المناطق حذرين بالتعاطي معها. صور مختلفة يعني بأوضاع مختلفة بسيتنج مختلف يعني. طبعا الوزن عندنا هون تقريبا زي ما انتم شايفين ما وصل 20 جرام، وهذا الحكي يعني لما يكون في بالمقارنة مع الزيركون أو المعدن بتحكي على أوزان بتصل فوق 200 جرام، يعني هاي النقطة كتير أدفانتج بعتبرها بخفة الوزن. هاي الصور الأخيرة بكم المريض، طبعا عمر المريض هون برضو بيلعب دور، إنك ما نعطيه اللون البرايت، ما نعطيه الأشياء اللي بتكون مناسبة لعمره، بتكون أحسن فرصة كل هايبريد دنتشرز. وهيك الفيديو انتهى، حنتكلم بعديها بالسلايد بعديها على حالة ثانية نفس الكونسبت فريم ورك. إذا بتلاحظوا أنا بالنقطة هاي كثير مهم عندي ما يكون فيها البوردرز الفريم جاي فوق السوفت تيشيو، لأنه بيعملنا تحشير أو تجمع للأكل. إذا بتلاحظوا كيف الزرع هون كله جاي من ضمن علم بتاع القم، وهذا بيعطينا الهايجين اللي بنحكي عليه إحنا، إنه ما يكون في عنا مشاكل. طبعا نفس الشيء هون حمشي بشكل سريع، عملنا كات باك للأربع ولزقناهم فوق الفريم ورك، وطبقنا الكومبوزيت بعد اختيار اللون إله. طبعا الوزن كان عندهم تقريبا 21 جرام، تخيلوا هذا فول آرش مع التاي بيز تيتانيوم تاي بيز مع الفريم ورك مع الكومبوزيت مع زيركوني كروم، كله 21 جرام، مش لسه مش كومبوزيت او اكثر كثير. فهذا نفسه لو ركبناه على زيركون او مثال حيكون وزنه بتوقع فوق ال 120 جرام. هاي النتائج في البيشنت ماوس، هاي الفاينل ريزلت، لاحظوا كيف القم شكلها، كيف انطباقها، حتى اللون يعني بنم على عمر المريض بشكل كثير منيح. فهاي الحالات كثير انا انبسطت منها، حتى المريض عملنا له في الاب بعد سنه وكان كثير سعيد فيها، وما كان في اي ديسكلوريشن حتى في الكومبوزيت. هاي الحالة الأخيرة كنت حابب أتكلم عليها، هي عبارة عن 3 أسنان، كان في عندنا تلاحظوا في المنطقة هاي اللوز في البون وفي السوفت تيشيو كتير حاد، ولو اخترنا الحال فيها يكون زيركون ومعدن حيكون في مشكلة كبيرة في التعامل معها. فاحنا عملنا هون فريم ورك ستون وأون ذا توب زيركوني كراون، واستخدمنا مالتي يونت هون باتمنت. وهي الصورة بتوضح كيف الفريم ورك تم تصنيعه، وهاي الكراون هلا اللور،
وطبعا هاي تراي ان اخذناها احنا، عملنا تشيك قبل اللون وبشكل واضح. احنا بالوقت بجوز تداركنا شوية، بنحاول نسرع لانه بتوقع الفكرة وصلت. نفس الشيء هي صورة الاسنان بعد ما تم تلزيق الكراون فوق الفريم. طبعا الكراون تركب فوق الفريم ورك، البتون لازم تكون سنجل لانه اذا كانت كونكتد بتعيق او بتأثر على مفعول المادة اللي بنحكي عنها، إلاستيسيتي عالية وقريب للبون، فبصير المادة من إلاستيسيتي بتتحول لرجد، من مادة مرنة إلى مادة صلبة زي الزيركون، وهذا ما يعني بيعمل لك مشكلة بقضية بتبطلها من فوائد المادة لمساوئها بتصير. هاي الصورة الأخيرة بتم المريض، شوف كيف اللون للقم، يعني حاول ناخذ بطريقة كثير قريبة جدا. وحتى لون الأسنان إذا بتلاحظوا كان ماتشنج إلى حد ما. آخر حالة هاي نتكلمها كان عن هذا أول دينشر، وهاي حالة هايبرد طفل بارجو. هاي الحالة بتم البيشنت، لاحظوا كيف الطعم كان وكيف الهايبرد أصبح. طبعا الموقع موجود عندكم، فيكم تزوروا تشوفوا الببليكيشن أي شيء فيها، وإحنا برضه أي شيء بحاجة إلى توضيح أكثر. يعني بتوقع المحاضرة هاي خلال 45 دقيقة، بتوقع يعني الوقت شوي ضيق، ولكن أنا حاولت أمر بشكل تفصيلي على أهم التوبكس اللي نحكي فيها. بتمنى أنه تكون وفقنا في المحاضرة، بتوقع إن شاء الله تكون الفائدة وصلت. وبالنسبة للأسئلة ما بعرف مع إدارة الجروب إنه ممكن نشارك بالأسئلة الآن أو إنه بعد ما، لأنه هاي المحاضرة هي مسجلة، ممكن على التليجرام يكون في ديسكشن، اذا مش الان ممكن يكون بكره بعد ما، لانه الفيديو هذا حيتم توزيعه على المواقع التعليميه الخاصه في المجموعه. شكرا لكم مره ثانيه، وبتمنى تكون الفكره وصلت، وبتمنى انه اذا في اي سؤال او صوره مش واضحه بجوز تتواصلوا معي، انا موجود حتى على الموقع، وان شاء الله ما ندخل عليكم باي معلومه كانت. بالتوفيق لكم، ونشكر اداره المجموعه دائما على فعلا حرصها انه تحاول تستخدم التكنولوجيا ونقل المعلومه من المصادر العلميه الصحيحه، بحيث انه نسهل على الموضوع كونه الجروب هذا هو الجروب الناطق باللغه العربيه. بالعكس حلو انه يكون في عندنا مشاركه وتواصل وعلم، انا بستفيد من خبرات اي شخص موجود في هالمجموعه. العملية اللي بنحكي فيها احنا تبادل العلم والمعرفة، اللي هي بتصقل المهارات وبتنمي الكفاءات وبالعكس بترتقي في المهنة، واحنا بنرتقي بأنفسنا في كل الأحوال. شكرا لكم مرة ثانية، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. مع السلامة.